اليوم وتحت إشراف السيد وزير السيد البحري للمنتجات السعودية نحضر فعالية انطلاق أول عملية من أجل منح علاوة تحفيزية لمقدرة بخمسين دينار بعد صدور الجريدة الرسمية. طبعا اليوم رانا في مؤسسة كوسيدير، هذه المؤسسة الرائدة اللي كما تلاحظوا أنه إنتاجها وفير. بدينا من أجل إعطاء صورة لكل المهنيين وكل المنتجين أنهم يقدروا يتقربوا، اللي عندهم ترخيص على كل حال يتقربوا من مصالح مديرية السيد البحري، أو حتى إرسال عن طريق منصة رقمية اللي وفرتها وزارة السيد البحري منتجات السيدية، وإحنا كمديرية السيد البحري راح تنقلوا إلى عين المكان من أجل أننا نمنحوه 50 دينار على كل كيلو جرام من السمك البلطي المنتج. مثلا الآن عندنا 30 طن من سمك البلطي متواجد على مستوى مؤسسة كوسيدير معد للتسويق، أي معادل 150 مليون سنتيم من العلاوة التحفيزية، وهذا الهدف الأساسي منه هو أننا نزيد نكثف من الإنتاج إنتاج أسماك، وأيضا من أجل خلق مشاريع أخرى في مجال تربية المائيات. وهذه هي استراتيجية وزارة الصيد البحري منتجات الصيدية، اللي هي توفير منتوج سمكي طازج لفائدة المستهلكين، وأيضا خلق مناصب عمل من خلال تشجيع هذه الشعبة، شعبة تربية المائيات. كوسيدير للزراعة اليوم تستفيد كأول متعامل اقتصادي من هذه العلاوة التحفيزية والمقدرة ب 50 دينار جزائري عن كل كيلوغرام منتج، مما يحفزنا على التنمية أكثر في هذا النشاط، حيث نسعى إلى استزراع 2 مليون من صغار سمك البلطي الأحمر. احنا جينا اليوم شركة كوسيدير باش نديو منها سمك البلطي، خسارة الوفرة تاع البحر ما كانش، البحر راهو ناقص حوت تاعو، وإن شاء الله يكون ديما واجد باش نسوقوها في مسمكات تاع خجلة.